في هذه التوجيهات خادم الحرمين الشريفين نحرك واحدة من القوافل الإغاثة العاجلة لإغاثة إخواننا السوريين وخاصة النازحين مؤخرا من مدينة حلب السورية. في هذه الحملة كان هناك تركيز على الاحتياجات الأساسية، الاحتياجات الغذائية الأساسية وخاصة مادة الخبز. في هذه الحملة نستهدف أن نوزع أكثر من 9,500,000 رغيف خبز إن شاء الله خلال 5 أشهر القادمة، وكذلك توزيع 50,000 سلة غذائية. سوف يكون عدد المستفيدين منها إن شاء الله بحدود 600,000 مستفيد، وهذا يغطي تقريبا إن شاء الله بالحملات التي تمت سابقا، وبهذه الحملة إن شاء الله كافة الاحتياجات الطارئة والأساسية والتي تؤمن الغذاء، بإضافة إن شاء الله كما كانت في الحملات السابقة أن نغطي الاحتياج من المواد الخاصة بالتدفئة والمواد غير الغذائية، حتى نحافظ إن شاء الله بهذه الحملة المباركة على وعدنا إن شاء الله بأن نصل لإخواننا وأن نحقق لهم، نحقق الاكتفاء من الحاجات الأساسية.